ازيكم عشاق البيتزا؟ لو بتحبوا تاكلوا البيتزا وتبقى طرية خالص كده زي الفطيرة وتحسوا اكنكم بتاكلوا حتة عيش فينو وكمان محشية جبنة وتكون مقرمشة كده وكراست من بره وهي طرية وهشة وبتدوب في البق دوب. ولو انتوا كمان من عشاق البيتزا بالفراخ او بتحبوا جدا حشوات الفراخ فخليكم معايا لاخر الفيديو عشان انا هعمل لكم النهاردة اكتر حشوتين مميزين جدا للبيتزا بالفراخ. بس قبل ما نبدأ مع بعض ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل أفكاري وفيديوهاتي، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا بينا نبدأ مع بعض ونشوف هنحتاج ايه. لعجينة البيتزا هبدأ بيها كيلو دقيق، معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة بصل بودرة وتوم بودرة، معلقة صغيرة زعتر وباكو بيكنج باودر، واحط عليها كمان 2 معلقة كبيرة من لبن البودرة، واقلب كل المواد الجافة دي مع بعضها. وبعدين ابدا هنا اعمل اختبار الخميره. نص كوبايه ميه دافيه هنزل بيه ب2 باكو خميره على الكيلو، الكيلو بياخد 2 باكو خميره كاملين، ومعلقه كبيره من السكر، وادوبهم كلهم مع بعض واسيبها لحد ما تتفاعل وحجمها يتضاعف عشان اتاكد ان الخميره معايا سليمه واقدر اضيفها على دي. زي ما انتم شايفين بالشكل كده، بالشكل ده انا اطمنت انها تمام وسليمه جدا، اقدر اضيفها على المواد الجافه وانا مطمنه انها هتجيب نتيجه كويسه. حطيت الخميرة مع الكوباية كبيرة من الزبادي مع نص كوباية من زيت الزيتون، وكده أبقى حطيت كل المواد اللي عندي بتاعت عجينة البيتزا. وأنا أوعدكم بعجينة بيتزا ملهاش حل، رائعة جدا جدا وطرية بشكل غير عادي. هنا بقى احنا اضفت شوية مية، تقريبا كيلو دقيق بياخد نص لتر من المية، بنضيفه على مراحل مش كله مرة واحدة، وبنبدأ نعجن ونلم كل المكونات مع بعض. زي ما انتم شايفين هي لمت معايا، بس السطح بتاعها لسه مش املس، هي بتحتاج حوالي 10 دقايق من العجن بالطريقه دي. زي ما انتم شايفين باخد من بره وادخل جوه اكني بديها بوكس بالشكل ده لحد ما سطحها يبقى املس تماما زي ما انتم شايفين وتلم معايا بالشكل ده. اسيبها بقى تخمر في مكان اغطيها واسيبها تخمر في مكان دافي خالص. على ما تخمر هنعمل بقى الصلصه والحشوات. هنا صلصه البيتزا ما احطش عليها حاجه خالص غير ملح وفلفل وزعتر وبصل بودره وتوم بودره، واقلبهم مع بعض على النار مع شويه الزيت اللي حطيناهم، واسيبهم يغلوا لحد ما تتسبك. واكتر من كده ما بعملش، لا احط بصل ولا احط توم. يا جماعه ده مش طبيخ، صلصه البيتزا الصح الاصليه من المطعم ما بتاخدش لا بصل ولا توم، هي زي ما عملناها كده. نيجي بقى نعمل اول حشوه من حشوات الفراخ. طاس على النار فيها شويه زيت، ونزلت مكعبات فراخ صغيره متقطعه صغير لحد ما خدت صدمه و اتشوحت من جميع الجهات كده. نزلت عليها ببصله مقطعه صغير لحد ما دبلت، انزل عليها بشويه من الفلفل الوان احمر واخضر واصفر متقطعين مكعبات صغيره، واقلبهم كلهم مع بعض، ومعلقتين كبار من الصويا صوص، وانزل بقى بصل بودره وتوم بودره وزعتر وبابريكا وملح وفلفل كده، تبلتها بالتوابل بتاعتي، ومعهم كمان معلقتين كبار من الباربيكيو. وكده عملنا حشوه فراخ باربيكيو. دي اول حشوه معانا النهارده اللي هي حشوه الفراخ الباربيكيو. جميله جدا جدا وتحفه في البيتزا، بتبقى رائعه. كده خلصت معايا، نجهز بقى للحشوه الثانيه اللي هي هتبقى فاهيتا الفراخ. هتبل الاول الفراخ الفلي بعصير ليمون ومعلقه من الكاتشب ومعلقه من المستردة، معلقه كبيره يعني، وملح وفلفل، وهنحط زعتر ونحط كمان هوت صوص، وهنحط شويه بصل بودره وتوم بودره وكمون وبابريكا كلهم معلقه صغيره، وفص توم مفروم واحد، وقلب كل المكونات دي مع بعض كويس قوي، واحط ملح وفلفل، واحط الفلي الفراخ اللي انا هعمله، هتبلهم كويس قوي مع بعض، واروح في طاسه على النار فيها شويه زيت برده تكون سخنه. هنزل بجزء بس الاول من الفراخ، اديله صدمه كويس قوي لحد ما يتشوح كده من كل الجهات، اخلي بالي عشان الطاسه ما تبردش مني والفراخ تنزل الجوز بتاعها. انزل بقى عليها ببقيه الفراخ بعد ما اطمن ان الطاسه رجعت سخنت تاني، واقلب كويس لحد ما كل الفراخ دي تتشوح من كل الجهات بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هبدا انزل عليها بقى ببقيه المكونات بتاعتي اللي هي بصله متقطعه جوليان، وهنزل عليها بفص ثوم، الفص ثوم المفروم اللي كان فاضل، وننزل عليها بقى بشوية من الفلفل الألوان، وأقلب كويس لحد بس ما الفلفل يطرى معايا. بعدين آخر حاجة هنزل بيها هي المشروم، وأقلبه تقلبتين، وكده برضو بقت حشوة الفاهيتا خلصت معايا وتمام. أركن بقى الحشوات على جنب وشوف العجينة ما شاء الله تضاعفت حجمها وبقت حلوة جدا جدا. بصوا يعني ما شاء الله العجينة نجحت جدا وطرية بطريقة غير عادية. أنا بس بهبطها بعملش حاجة أكتر من كده، ما تعجنوهاش تاني خلاص، احنا مش عايزين ننشط الجلوتين فيها تاني خلاص. أنا بقى بهبطها، أخدها بقى كده معايا عشان أقسمها.
طلعت معايا بالشكل ده، انا هبدأ اخد منها كرات كده علشان اعمل منها صواني البيتزا. عملت معايا تقريبا، هوريكم دلوقتي كم كورة من دي. كل واحدة انا بقسمها اساس، كل واحدة بتبقى صينية بيتزا كاملة عندي. فانا فضلت اعمل فيها كرات كده لحد ما بقى عندي حوالي 6 أو 7 كرات من البيتزا دي، يعني هتعمل حوالي 6 أو 7 صواني بالشكل ده. زي ما انتم شايفين، ادي 6 كرات كبار وواحدة كانت وسط اللي في ايدي دي. يعني انا عملت ساعتها 6 أو 7 صواني من البيتزا. على فكرة نزلت لكم منها قبل كده ساندويتش البيتزا، وهنزل منها النهاردة 2 صينيتين اللي هما بالفراخ، ولسه ليكم عندي 3 صواني باللحوم. ان شاء الله بقى انزلهم قريب، تابعوني عشان اول ما انزلهم يوصلوا لكم. تعالوا بقى هنا ناخد اول كرة من كور البيتزا ونبدأ ان احنا نفردها. هتلاقوها بتتفرد معانا على طول لان هي مرتاحه، العجينه مرتاحه وخدت وقتها في التخمير، فما بتتعبنيش في الفرد. ببدا ان انا افردها على مقاس الصينيه اللي انا عايزاها. هو تقريبا انا مقسماها بحيث كل واحده تتعمل صينيه مقاس 30 بالشكل ده. نبدا نفردها. بصوا عايزه اوريكم سمكها عامل ازاي. احنا مش بنفردها لا رفيع قوي ولا تخينه قوي، بتبقى سمكها وسط بالشكل ده. نجيب بقى الصينيه بتاعتنا عشان ننقلها فيها. اهي دي صينية انا دهنتها هنا زيت ورشيتها دقيق، وهنزل بقى بالعجينة بتاعتي واحطها في الصينية. خليكم معايا عشان تكنيك السوى اهم من اي حاجة تانية. عايزين نشوف البديل بتاع الحجر بتاع الفران بتاعت البيتزا. انا هنا عشان هعملها محشية الاطراف حطيت اصابع الموتزاريلا دي او الستكس دي. طبعا لو حد مش عنده الاصابع مفيش مشكلة خالص، ناخد الموتزاريلا العادية ونحطها في الاطراف ونقفل عليها، مفيش اي مشكلة مش هتأثر. هقفل بقى عليها الجوانب دي كويس قوي، وبعد ما اقفل عليها الجوانب هسيبها بس ايه تخمر 10 دقايق كده بالشكل ده. قفلت عليها كلها. هي هنا هي بعد ما هديت كده وخمرت، انا خرمتها بالشوكة وهبدأ احط عليها الصلصة بتاعت البيتزا اللي احنا عملناها مع بعض. زي ما قلت لكم اهم حاجه في البيتزا بعد العجينه هي خطوه التسويه، لازم نسويها بطريقه معينه عشان تطلع زي بتاعه بره. انا عملت ايه؟ انا دخلتها الفرن، دخلت الفرن لمده 3 دقائق على الرف من تحت، والفرن اصلا سخن جدا. بصوا طلعت ازاي، دخلت الفرن 3 دقائق بالظبط وطلعت من تحت زي ما انتم شايفين على الرف اللي تحت، وهي اصلا الفرن كان سخن. وحطيت الجبنه الموتزاريلا بتاعتي وحطيت حشوه الفراخ بالشكل ده اللي هي الباربيكيو، واحط بقى الفلفل والطماطم واغطي بقى بميكس جبن تاني شيدر ورومي، واحط بقيت كل الحشوات بقى كل الحاجات اللي انتوا عايزينها اللي احنا عارفينها بنحطها للبيتزا. نحط جبن تاني، نحط زيتون، نحط جبنه موتزاريلا، وبعدين هتدخل الفرن تحت الشوايه في الرف اللي في النص تحت الشوايه برضو لمده 3 دقائق، يعني كلها على بعضها كده 6 دقائق. 3 في الرف اللي تحت قبل ما احط الحشوه، و3 في الرف اللي في النص بعد ما احط الحشوه تحت الشوايه، وكده تطلع زي ما انتم شايفين تحفه جدا جدا وجميله. انا بس كل اللي عملته اني دهنت اطرافها بصلصه البيتزا، وزي ما انتم شايفين طالعه طريه ومنتفخه زي يعني نفشه كده وهشه وطريه جدا جدا. من بره تحسوا انها كراست كده و فيها طبقة ناشفة، لكن هي من جوه طرية زي الفينو، احسن من الفينو. احنا عملنا، اللي شاف حلقاتي قبل كده هيلاقيني عملت مخبوزات كتير وحاجات كلها الحمد لله في المخبوزات ناجحة جدا جدا. هبقى اسيبها لكم كلها في صندوق الوصف تحت الفيديو ده، كل المخبوزات احنا عملناها مع بعض. هنا بقى كمان نعمل بيتزا الفاهيتا. انا برضو جبت العجينة في صينية تانية، كورة تانية من العجينة، وحطيتها في الصينية وبعمل لها بس زي حرف كده بالشكل ده، وبرضو هسيبها تخمر شوية واخرمها بالشوكة وادخلها واحط لها الصلصة وادخلها على الفرن تحت في الرف اللي تحت 3 دقايق، والفرن يكون سخن لحد ما تاخد لون بسيط من تحت، واطلعها وابدأ احط عليها الحشوات. حطيت عليها الجبنة الموتزاريلا واحط عليها فاهيتا الفراخ اللي احنا عملناها مع بعض بالشكل ده، وابدأ برضو احط عليها بقية المكونات، ميكس الجبن والزيتون والجبنة الموتزاريلا، كل الحاجات اللي احنا عايزين نحطها، وتدخل الفرن على الرف اللي في النص تحت الشواية برضو 3 دقايق لحد ما تطلع بالشكل ده والجبنة تسيح. بصوا طرية قد ايه، انا يا جماعة بضمن لكم 100% العجينة، بس امشوا على تكنيك السوى وكل المقادير اللي انا حطيتها عشان توصلوا للنتيجة دي.
بصوا بتطلع قد ايه، دي فطيرة مش عجين، دي فطيرة بيتزا حلوة جدا جدا وتحفة، وبجد هتعجبكم جدا على ضمانتي. خلصنا مع بعض الحلقة، يا رب ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل افكاري وفيديوهاتي، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. وبألف هنا، وباي باي، مع السلامة.